وصولا لهذا اليوم الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني. لن أوقع على قانون لا ينصفكم. ونرى الآن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تصل إلى 15% لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل عدد تمثيلها في الحكومة إلى 20%. المصرية أثبتت جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن.